صباح الخير. اليوم حلقتنا عن الهيت ورك اوت. شو يعني هيت ورك اوت؟ يعني هاي انتنسيتي انترفل ورك اوت. بس نقول هيك يعني بنكون عم نشتغل على اكثر قدره فينا نوصل له لوقت معين، وبنكون عم نريح بانترفل معين اللي هو ريست، اوكي، كمان لوقت معين حسب قدرتنا. اذا كنا مبلشين جديد فينا نكون عم نبلش ب 30 ثانيه او 20 ثانيه ورك، و20 ثانية أو حتى 30 أو 40 ثانية ريكوفري. والعكس صحيح، إذا كنا بدنا نشتغل هاي انتنسيتي وكنا ادفانس، فينا نكون عم نبلش ب 30 ثانية أقوى ونريح أقل. رح كون عم بشتغل معكم أنا ميديوم ليفل. رح نبلش أول شيء بني أب، أول اكسرسايز بلشوا عايزة 30 ثانية نون ستوب. Let's go. هاي نيز. حمسوا حالكم على الاخر، اقوى شيء فيكم توصلوا له بالانتنسيتي. ريحوا شوي، هلا وقت الريكفري مثل ما قلت لكم. ناخذ نفس، اكسهيل. طبعا هذا النوع من التمرين ما بننصح انه يعملوا الاشخاص كل يوم. اتس نكون عم نعمله ماكسيموم لثلاث مرات بالاسبوع او مرتين اذا كنا بعدنا بلشنا جديد. واكيد اذا عنا مشاكل بالقلب او عنا اي مشاكل ما فينا نكون عم نبلش بهالطريقه الهاي انتنسيتي، فانتبهوا تكونوا عم تشتغلوا طبعا باستشاره طبيبكم دائما. رح كون عم بشتغل ثاني اكسرسايز جامبينج جاكس، كثير سمبل، بس رح كون عم بشتغل بالجامبينج جاكس هلا. دبل اب اب كمان 30 ثانية نصب. وهلأ رح سرع على أقوى قدرة فيني أوصل له أسرع شيء. كمان نصب. كمان rest and recover. كنا عم بعمل step touch، ولا مرة بوقف فجأة وبعد، دايما بتحرك بعمل ريكوفري انا عم بتحرك بريح حالي شوي. مثل ما قلت لكم، كل ما كان الاكسرسايز اصعب، كل ما كنا مبلشين بعدنا جديد، كل ما الرست لازم تكون اطول. رح انتقل معكم لاكسرسايز ثاني، وبدي احط كمان كل طاقتي بهذا الاكسرسايز. رح كون عم بشتغل سايد سايد هوب اسرع شي فيني. أسرع ريح. كمان ستيب تاتش، باخذ نفس بريك صغيرة. فيني كون عم بشرب مي بهالتمارين، أبدا ما تشكوا بهالموضوع، مش مزبوط. إذا كنا عم نتمرن ما فينا نشرب مي، دايما فينا نكون عم نشرب سيبس أوف ووتر إن بتوين ذا إكسرسايزز. رح أختم معكم بآخر تمرين، يلا سوا كون عم نشتغل لانجز تو سيزر. رح أعمل مرتين جامب لانج، 1 2 مرتين او اكثر سيزر. ليتس جو 2 بريح بالسيزر. ليتس جو داون 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 سيزر. كمان ليتس جو 1 2 سيزر. اخذ نفس، جو جو سيزر. اخر مره، جو جو هيدا كان كل شيء لليوم. رح روق حالي، رح كون عم بشتغل انا وياكم. حارجع عيد لانه شريت صباطي فلت من السيزر. يلا بفوت على اجري على الاكسرسايز. ريدي
two, three. Hi, yes, yes. Hey, بعد ما تم مرة أثرنا صدر مثل ما شفتوا صرنا أربعة يلا آخر مرة four. طلعت تلوع بالإكسرسايزز بلشت بطيء سرعت قد ما فيي أكيد هذا هو المطلوب بالهيت ورك أوت لناخد استفادة من التمرين لازم نكون عم نبذل أقصى مجهود نقدر نبذله نريح شوي نشرب مي نمشي شوي نرجع نعيد التمارين لجولتين أو ثلاث جولات حسب ما منتحمل نكون خلصنا تقريبا 15 minutes of heat workout كتير مفيدين هذا كان كل شيء لليوم stay active إن شاء الله تكون حمستكم هالحلقة أكيد تشوفكم بالتمارين حلقات جديدة انطروني